السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد is back من قناتكم قناة Big A Gaming. حياكم وبياكم يا حبايب قلبي يا متابعين الأعزاء الفخمين. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك يا حبايب قلبي، لأنه أنا راح أستفيد كثير من الموضوع هذا، لأنه أنا لسه جديد في المنصة وبدعمكم لي راح أستمر. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بس قبل لا تخشوا تشاهدوا، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ويلا بينا. حبيب قلبي في حلقة رقم 12 عشان أيها الخدم أعدوا كأسا من عصير التمر على الثلج. العالمة زهرة وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان. الله يا ذوق. ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماما. طيب أختي، لا تنسوا اللايك والشير وتفعيل زر الجرس يا حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل شيء جديد. هنشوف الفقاعة هذه شاخرتها معاه. الجنة حيث تجدينها. لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. هراء. طبعا سيدتي، الإجابات الحقيقية توجد في الكتب، دائما في الكتب. ألست محقة؟ دائما سيدتي. حبيت أم الحركة دي أنا. بلل الخوف جروالك. أرأيت ذلك يا آكل القذارة؟ والله رديت عبر البحيرة يا واد. استمر حذره. أدنى عاصفة رهية. ماذا يجري؟ ماذا؟ نبه الله. أوه، تأكيد قتل. المجرم الوغد، استدعوا الحراس. عضو رئيسية من التنظيم. حيوان، أيها الحرس، اقبضوا عليه. كيف تسير بيننا يا للعار؟ ظنت زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع ترجمة أي كلمة. القوة يا رب. ماذا؟ ذلك غير منصف. تبا. اوكي. دحين. لا يزال علي العثور على أحمد بن موسى. الأفضل أن أفتكر بالظلام. نكمل أحداث المكتبة.
نرجع للمكتب ونشوف ايش الفيلم. الخشيف خشيف يا خشيف. طيب نحاول نخلص من المحتوى من الوقت يعدي علينا. آيس كريم. أنا ليش قاعد أكرم؟ ما في عند المكتبة صقر. ما طلعت من ياخده. اوكي 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 لا بأس بذلك. المشي رياضة. هلا نذهب لتغرق الفيران. ليش تبغى تغرق الفيران؟ ايش الاجرام حقك ده؟ ترساك صغير تقول زي كده؟ ايش فيها مربوط؟ المكتبة المكتبة ضيعت الطريق فيه. هنا سبغالي تاجر عشان ايش اشتري من عنده. أبلغ حمزة على الأمر مجددا. هذا الصحيح. أصابني سهم كان مجرد جرح. أصابك سهم أمبونيت أبي مدري ايش صابك سهم. انا اقعد كيس على خويانك بين نفسك انك واو بطل سوبر جندي. فين ام التاجر ده؟ ولد تاجر تجوري تجاجيرو. هذا هو تحيات. احتاج عليكم. هذا صوت كلب ولا واحد بيتضارب ولا عقد؟ تعال هذا بخير. تعال لبسك مبهرج انت. فيلم عبسي. اوه كيسي. من اخذ كيسي دحين اقول لك. واو انبهرت. ها بيت الحخمة. امسك حرامي. أرأيت النظرة في وجهها؟ أين ذلك كله؟ والآن أين؟ أوه لا لا انتباه استدعوا الحرس هناك نصف في الأنحاء. اثر على الارض القوت. فتش حجرة احمد. طيب انا بين حجرة احمد. خذ ابو محشر عبء اخر من العمل. احلم به باستمرار. حجرة احمد حجرة احمد. كله في تحت الأرض. احنا هنعك عك كتير في المنطقة دي شكلنا.
وتعليق لكتاب ومجاري المياه لن يتفوهوا بكلمة حوله. لكني أسمع ضوضاء غريبة. تحياتي أيها العم، لو سمحت أين العالم أحمد بن موسى؟ أجل، أكثر بني موسى حباً للمغامرة. كهرمان ورشته خلفي مباشرة. أشكرك أيها العم. عمي عمي إيش فيك؟ أنت ما تشوف؟ أوه والله أنت واحد غريب. باسم أنت يا ذا تسعة أصابع هنا. نهال، ما الذي تحمينه أيتها السارقة؟ إنه كتاب، على الأقل تمكنت من إنقاذ واحد من الحريق. إن أمسكوا بك تسرقين سيقطعون إصبعا، لا مهلا، بل يدا بأكملها. هذا ليس طريفا. إذا لا تضحك. حسنا، مزاجك جيد وأنا لدي أمور أنجزها، ليس شيئا يهمك. أمور المستترين السرية، ما الذي أنت بصدده هذه المرة؟ ستطعن؟ تسرق؟ أم ستطعن ثم تسرق؟ ذلك ما تجدينه يا نهال. مجرد فقدانك إصبعاً لا يعني أنك فقدت مهارتك. قاعد أطقطق. إيش بك يا نهال؟ إيش؟ نحن أصدقاء، ماذا بك يا فتاة؟ بالنظر إلى كل هذه الأدوات والكتب يبدو أنها غرفة أحمد، لكن أين هو؟ أوف، هذه فيها تحريك. الله، إيش فيه صدق؟ الله يخرج شكلك. يوقع أحمد على أعماله دائما، هذا من صنعه بلا شك. أنا خدم حق أحمد، خدم حقي. يا شباب لا تنسوا لايكاتكم يا حبايب قلبي، يا فخمين انتم. أدوات قياس مثل التي كان يمتلكها أبي، لكنها تخص أحمد. ها؟ ورع، انت شو بتسوي هنا اليوم؟ يقول الخطاب إن هذه كتب أحمد. طيب لسه في باب شيء ناقص. ايش صنة الإذن هذي؟ ولد أحمد بصدد العمل على شيء جديد، لكن ماذا؟ رسوم توضيحية وأدوات آلات وغرائب أخرى، هذه ورشة أحمد بالتأكيد، لكن أين عساه أن يكون؟ معذرة، أساعدك بشيء؟ نعم. أبحث عن أحمد بن موسى، أتعرف أين يمكنني العثور عليه؟ قد أتمكن من مساعدتك، اتبعني. حامد الحليم، شكلك تبى تسلمني تسليم أهالي. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقتنا، علمنا أنفسنا القراءة في مكتبتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يوميا. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهمة. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف.
قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة. أشعر كأنني قطعة لحم. النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. يا ورع، يا ورع، والله إن شكيت فيك، أقسم بالله. دوري قدمه. ثمة شخص سوف يعاقب لقاء. لا تزال تتنفس، هذا يشيء. يا ورع، والله كنت حاسس انه بيسلمني تسليم اهالي من الذين. تلك حركة جيدة، حركة مألوفة. يا بدك الحركة شوية وهيك مرة ثانية. الله، واو واو. تعال يا رمة، تعال يا كلب يا تليك الحمام القديم. أرجوك لا تؤذني. لا أؤذيك؟ لقد قدتني إلى فخ يجدر بي قتلك في مكانك. أعفو عن الطيب حامد. إذن أخبرني، أين أحمد بن موسى؟ أرجوك يا سيدي، إنني لا أعرف أين هو، حقا لا أعرف. أخبرني لماذا قدتني إلى كمين إذن؟ هو من أجبرني على ذلك. من هو؟ ليس أحمد قطعا. لا أعرف اسمه، فقد كان يرتدي قناعا على الدوام. وما الذي يريده هذا الرجل المقنع؟ إنه يأمرني بإبعاد الجميع عن موقع حفر بيت الحكمة. وإلا ماذا؟ سيلحق الأذى برأسي مثل ما فعل مع الآخرين. أرجوك أعفو عن المتواضع حامد. أين موقع الحفر هذا؟ في البادية خارج المدينة. هاك دعني أرسم لك خريطة. أبله فداش حتكف حيوان قد. على الخريطة إرشادي إلى موقع. والله حسيت، أقسم بالله حسيت إنه في كلب. اخرب بيتك. احمد ابتعد عني. جراح بوس الرجام ليني توني. القاتل يهرب معي. هذا ثاني نشوف. بعد الواحة كما قدام. ماذا ترى؟ هائلة، ما الذي ينوون فعله؟
هذا الحر يصيبني بالسقم. أهلاً، هذا ليس صحيحاً. عمل مدهش يا صديقي. هل تنقب عن شيء للخليفة؟ هذا ليس من شأنك. بقايا الحضارات القديمة تثير اهتمامي. أتمانع إذا ألقيت نظرة بالجوار؟ تفحص الصخور القديمة قدر ما تشاء، لكن لا تلمس أدواتنا وصناديقنا. لا أجرؤ على ذلك. أيا كان ما ستفعلينه، لا تسألي عن الطبيب حسان. أعرف، أعرف، سأختفي تماما كالآخرين. لمراقبة الآخرين وأنفسهم وأضحك عليهم. مرتزقات يحرسون الموقع. لابد أنهم وجدوا شيئاً مهماً. متى نتقاضى أجورنا يا زعيم؟ هل أنت زعيم عصابة حاملي ندوب المعارك؟ لابد أنك تتقاضى أجراً جيداً. ليس بالقدر الذي نريد أن نتقاضاه، أؤكد لك. أتؤدي لي عملاً صغيراً؟ ربما. ما طبيعة العمل إذا؟ أترى رجال الخليفة المتأنقين هناك؟ أحتاج من يعينني عليهم. لندبر شيئاً. يلا معايا. أتحدث كمرتزقة حقيقي. إليك عملة تقديراً مني. ويحك، إنه عمل شريف. متى نتقاضى أجورنا يا زعيم؟ نحن سنتقاضى أجورنا بشكل أو بآخر. أعرني عينيك. كثير. تبا لهذه الأشرطة الخشنة. ما هتجوا معايا؟ لماذا يسافر ذلك العالم الأحمق بصناديقه الكثيرة؟ إنها ثقيلة، أقسم أنها محشوة بالحجارة. أحتاج إلى نصلي وقربة مائي ولفة فراشي. عالم الأحمق. علي التأكد مما إذا كانت هناك صناديق أكثر بالجوار. جبان، استدر وقاتل. لا شيء مهم، علي الاستمرار في البحر. مثير للاهتمام. خطاب إلى أحمد من الطبيب حسان. لابد أن أحمد في المستشفى ويعمل. ماذا هذا؟
دخان العريس. ماذا يحدث؟ جبان الزعيم. ها أنت ذا. ركز يا باسم. اللعنة عليك. إن الله معي. كفاك هراء. ستطير جيفا. صحيح أيها الزميل. ما علاقة مبتكر شهير بطبيب؟ لابد من وجود رابط ما. طيب خلصنا. القادة. حسنا امضي بعيدا. الافضل التواري عن الانظار. ان شاء الله نلحق. قبة الحمار معاكم مسميات غريبة انت تراكم. هسه عرفت ليش سموهم قبة الحمار، عشان الحمار ده. بس معليش انا اسف. طيب زعلت عشان قلت لك حمار؟ من كان يخطر على بالي؟ وانت حمار. طيب ايش تسوي؟ ما زالت Thank you.
المنظر. يعتبر انه كاشف بغداد كلها. يقفي يقفي يقفي. ايش بك يا باسم؟ ايش بتعاني؟ سوري آسف. أنا آسف. إدارستان المكان الذي يجتمع فيه أفضل معالجي بغداد. العثور على الطبيب حسان سيدلني على أحمد. أحتاج طريقة لدخول حجرة الطبيب حسان. ثلاث مرات قبل الصلاة. لم أشعر من قبل أني أصح من الأفضل ألا نتحدث عن هذه الأمور. في مفتاح في المكان. خاتم. على الأمر مجددا هذا الصباح يضايق الفتى الجديد ويسرق طعامه. ايش التنمر ده؟ ايوه انت انا كيف اوصل لك؟ How can I reach you؟ هذا الخطاب يثبت ذلك. حسان متورط في التنظيم إلى أخمص قدميه. كمان ما
هذا هو شعار التنظيم. كل هذا يثبت أن الطبيب حسان واحد منهم. كثيرة للاندهاش. لدي علماء مصابون بالحروق هنا. تعرض بعض علماء بيت الحكمة للحريق وهم ينقذون الكتب. نريد الغرفة من أجل المصابين. لا، ذلك مختبر الطبيب حسان الخاص. إنه مقفل ولا يسمح لأحد بدخوله. هل سنترك ضحايا الحريق إذن بالخارج فحسب؟ هل من أحد يجيبني؟ من فضلك اخفض صوتك، إنك تزعج المرضى. يبقي الطبيب حسان مختبره مغلقا. أتساءل لماذا؟ وال دبس نفسي وال يا لطيف يا لطيف. تعرفون ما ستفعلون. اذهبوا. لا مفر. فقد حان ساعتك. يا ساتر يا رب. كده هنحشر وهيضيع الوقت هذا. اي قتلت بضعا منهم. إنهم محاربون شرسون. لم يتغلب عليك سوى محارب عظيم.
ايش في؟ هو انت؟ زوجاته والوزير فهم يسيطرون على البلاط. لقد أعيتني الحيلة وأنا أحاول فهم تشابك. ما أسمعه من الخزيان يأمر بالصمت. يبدو أن السيد يدون 10 أغاني جديدة كل يوم. لا عجب في أنه يتم. ضرب تضاعف في أعدائي. أنا لا أقول. انتظر. ستموت الآن. ماذا؟ ستزل قدمك. تبدو غريبا. كفر عن ذنوبك. زجاج مكسور قد يكون وسيلة للدخول. ماذا؟ على رسلك. Ah!
مهلا. ماذا؟ ماذا ترى يا صاحبي؟ الدخان اللعين. ليس العيب في أساليبي، بل في الآلية نفسها. إنها تحتاج إلى مزيد من المختبرين للبحث. إنني بالتأكيد لست بحاجة إلى تدخل مبتكر عديم النفع في العمل العظيم. ألست أنا الأزدهى العظيم المخيف؟ ربما لا يجب أن أجهر بذلك. ركز يا حسان. انتهى عمرك يا حسان. مات الطبيب، والآن حان وقت العثور على أحمد وحل هذا اللغز اللعين. باسم، ماذا جرى هنا؟ أين كنت يا أحمد؟ كنت بالجوار، إنني دائما بالجوار. هل لا تخبروني بما حدث؟ أتدري بأن هذا الرجل يعمل لصالح التنظيم؟ أحمد؟ لقد دعاني منذ بضعة أسابيع بعد أن وجدوا شيئاً في الصحراء، آلية قديمة من نوع ما، احتاجوا إلي لي. ولم تطرح أي أسئلة؟ لا أطرح أسئلة عندما يتعلق الأمر بالعمل، وأنت؟ أخبرني بشأن هذه الآلية. إنها تفتح مساراً داخل العقل إلى العالم القديم. هذه الآلية بشكل ما تفتح أبواب الإدراك. هل رأيت هذا بنفسك؟ لا، لكنني سمعت حكايات عمن رأوا. إنهم ضائعون يا باسم، لأنهم يعتقدون أن ما رأوه هو الواقع. يعتقدون أنهم ينتمون إلى هذا العالم القديم. لم أكن أعرف شيئاً عن تورط التنظيم. لو كنت أعرف لجئتك. إنني فقط انغمست في الأمر. أنت تعرفني، تعرفني يا باسم. ستغادر هذا المكان وتعود إلى المقر. إن لم تخبر أحداً فلن أخبر مخلوقاً. أحمد، لا تكون واحد منا. محمد الله رحمه. مؤسف أن تنتهي تلك المعرفة دائماً بالوقوع في الأيدي الخاطئة. صحيح يا باسم؟
فوضى عارمة، ضمادات رأس، لكن هذا مستشفى على كل حال. لا أكترث لهذه الرسوم التوضيحية. هل هناك خطب ما؟ علي العودة إلى المقر. باسم انضم إلي على السطح. فلتصحبك السلامة في رحلتك باسم. كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبت، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق، لولا معرفتي. أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقا. ماذا عرفت؟ الفساد مستشر جدا داخل بيت الحكمة. إنهم يستخدمون كتابا قديما ليبنوا جهازا خبيثا. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصا يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الواهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريباً، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنباً وبمفرده فحينها كلاف السم عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكداً. قبل أن أتصرف سأكون متأكداً. طيب حبايبي قلبي، إلى هنا ننهي حلقة رقم 12 من سلسلة تختيم أساسين كريد ميراج. أتمنى أنكم استمتعتوا بالمشاهدة، وإذا وصلتوا لحد هنا لا تنسوا زر اللايك والشير يا حبايب قلبي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي ما تابع الحلقات السابقة هتلاقوها في الأوترو، تقدروا تشاهدوها عن نفس مقترحات الفيديوهات السابقة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.